تعالوا نشوفوا تفاصيل الحلقة بتاعتي، هنعمل ازاي أكلة سمك مختلفة طعمها مميز بترضي الصغار قبل الكبار. هنبدأ أستاذة رحاب بالكرانش بتاعنا والكريسبي السمك الفيليه، هنعمله مع بعض ازاي تتبيلة وازاي أضمن الكفر بتاع تتبيلة السمك ما تنزلش بالسمك وهو بيتحمر في قلب الزيت. دي مشكلة احنا بنواجهها كلنا لما نيجي نقلي سمك يا شيف مغازي، بنلاقي الكفر او التتبيله او الخلطه اللي انا عامله بيها السمك بتنزل في قلب الزيت والسمكه لوحدها كده طبعا ما فيهاش لا تتبيله ولا فيها كفر. تعال شوف نعمله مع بعض ازاي وايه سر الكريسبي او الكرانشي اللي هو نعمله مع السمك او الفراخ. معانا سمك فيليه قشر بياض، معانا اللي هي رقائق الذره بتجاب وتنطحن بالشكل الجميل الحلو ده كده، او في منها مطحون. معانا معلقتين من النشا ومعلقتين من الدقيق، والتوابل بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر كمون حسب الرغبة. عايزة تاخد الكرانش ده وتروح على الصين يبقى التتبيلة بتاعتنا التوم وصويا صوص وزيت السمسم. عايزة تروح على المطبخ العربي حط لها التوابل العربية بتاعتنا حسب ما انت حابة. عايزة تاخديها المطعم الطلياني حط لها زعتر وروزماري وهكذا. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. هناخد السمك الفيليه بتاعنا نتبله اول حاجة ونخلي ده كده على جنب. ده مش وقته خالص. حلو قوي. شوية زعتر من دول كده بيدي طعم حلو للكرانش بتاعنا اهو. حلو اهو، زعتر بالشكل ده كده، وشيلناه من هنا كمان عشان نوسع لنفسنا. ناخد السمك الفيليه القشر البياض، ممكن يكون قشر بياض، ممكن يكون فيليه هامور، ممكن يكون فيليه بولتي بتاعنا زي الفل. نخليه أصابع لطيفة كده بالشكل ده كده. قطعية دي مهمة عشان تبقى كلها قد بعضها لما نيجي نسواها في الزيت، ما تبقاش واحدة مش مستوية وواحدة مستوية وهكذا. لو أنت جايب السمك ده فريزن أو مجمد لازم يفك من التلج الأول، ده الطبيعي، ما تحطهوش بالتلج بتاعه، ويفك بعيد عن الميكرويف بتاعك أو بعيد عن الفرن. السمك بيفك طبعا بطبيعته كده. دول شوية حلوين قوي، ناخد دي كمان عشان الأولاد كتير عازمين صحابهم النهاردة. معانا فص توم حلو، معانا شوية شبت حلوين، حلو قوي كمان، معلقة صويا حلوة كده، وإذا حطيت الصويا صوص ما تحطيش ملح. حلو، معانا من الملح سوري، معانا من الفلفل شويه صغيرين. تتبيله لطيفه كده عشان طعم السمك الفيليه يبان، والاسماك عموما مش بتحب التوابل الكتيره ولكن تحب الفليفر، روزماري، كركم، زعتر وهكذا. عصره ليمون يا عم الشيف كمان. السمك اللي تعمليه في البيت بالشكل ده طبعا قالك بالتاكيد طبعا. تسلم ايدك يا حبيبتي. يعني شايفين عندنا السمك الفيليه بتاعنا اهو، خد التتبيله، خد النشا، خد الدقيق. التركايه هنا ايه يا عم الشيف؟ معلقتين دقيق مع معلقتين نشا، اصبح السمك هنا جاهز. نعم يا غالي. لا مش هنحط بيض، انا ما بحبش البيض في تتبيله السمك عموما خالص، لا بيض ولا الصفار ولا الحاجات دي كلها. السمك كده جاهز، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ زي ما هو كده الطبيعي، بنجيب التتبيله بتاعتنا، ممكن تكون بقسماط، ممكن تكون رقائق الذره الهشه بالشكل ده كده، ونسقطهم هنا كده اهو، نشيل من الخلطه الحلوه دي كده اهو. عندنا زيت شديد الحراره. هتقولي لي ايه السرعه دي يا شيف؟ انا معاكي واحده واحده. مسكنا السمك قطعناه تبلناه بالزعتر بالثوم، اوعي تحطي زيت انصحك، يعني ايدك ما تروحش على زيت الزيت وتحط شويه زيت هنا، انت مش بتعمليه مشوي. اي حاجه تتعمل بنيه، اي حاجه تتعمل كرانشي، اي حاجه تتعمل كريسبي، اي حاجه تتعمل مقليه، اوعي تحطي زيت. هنخليهم كده في التتبيله الحلوه دي كده اهو زي الفل يا عم الشيف. دي انا مش عايزها بقى خلاص، اشيلها من هنا. اصبح السمك كده جاهز. بنقلبه بالراحه، وعندنا زيت شديد الحراره. المفروض ان احنا
بنعمل ايه يا عم الشيف؟ ده بيتعمل بالتتبيله الحلوه دي كده، ويتدخل تحطه في الثلاجه، تحطيه في الديب فريزر شويه تقريبا نص ساعه مفيش مشكله، ساعه زمن مفيش مشكله. عملتيهم وتحطيهم في طبق وتخليهم مثلا وقت ما يجوا الاولاد او جوزك او الاسره الجميله تحمرون في قلب الزيت برضو مفيش مشكله، بس يكون عندك متحضر وجاهز كده بالشكل ده كده. ما رحتيش بره اكلت سمك، عملتيه في البيت. وانا مع انك انت تعملي اكله السمك في البيت بتضمني نظافه السمك، دي رقم واحد. رقم اتنين، نوعيه السمك بتضمنيها ايه هي؟ السمك الفيليه ده عارفاه ان هو قشر بياض او امور ايا كان، السمك كده متبل وزي الفل. هنخليه على جنب يا عم الشيف ونخش على اللي بعده. تعالوا مع بعض نشوف ايه قصه الفرايد رايس بتاعنا. حلوه، واحنا مع بعض كده السي فود بتاعنا مستوي جاهز، اللي هو الكاليماري مع السبيط في قلب النار هنا. حلو، معانا الفيليه بتاعنا اللي احنا متبلينه من شويه، نكسب وقت البرنامج بتاعنا ونبدا نحمره مع بعض. بساطه، سهوله، مرونه، قدرنا نعمل اكله سمك النهارده مختلفة المذاق، مختلفة الطعم، مختلفة الشكل، خبرة طهوية غلابة. ايه الحلاوة دي؟ كل دول يترصوا كده الأول زي ما أنا شغال كده. في الآخر ينزل الزيت كله مع بعضه. وما يتقلبش يا أخت الله يرضى عليك خالص، أنت حطيه في قلب الزيت وسيبيه، اجري اطلعي بره المطبخ لانك كنت فرحانه بيه. كل شويه تعملي كده بشوف شفيه طول ما واقف قاعد يخبط في الحله. ننزل بيه كده، هو ده. اللهم صل على النبي. اخبار السمك ايه؟ بيناديني. وقت ما تقول لي ارفع هرفع عيني. العب. العب. التوبنج ساب من السمك الفيليه؟ الكفر ساب من السمك الفيليه؟ ابدا، مش بنهزر. بتهزر ولا ايه؟ هو ده، هو ده. العب يا سمك. الله عليك يا شفيق، الله عليك لما تشتغل بمزاج. ارفع، هو ده. تعالوا نغرفه مع بعض. برضه في طريقه للتقديم نشوفها مع بعض هنغرفه ازاي. مالناش كبابجي بقى احط بقدونس والجو اللي احنا عارفينه ده، انا مش بحبه خالص. هنا. ايه رايك يا حبيب قلبي كده؟ تمام زي الفل. والله انا عايز اغرفه بشكل حلو كده يليق بالسمك الفيليه. نعمل ايه؟ الفلفلايه الحلوه اللي معايا دي كده، ما انا فاضي ما ورايش حاجه. معايا سكينه حلوه. الحاجات دي مطلوبه. حبيت فلفل بثلاثه تعريفه، بس وجودها في الطبق مع اكله حلوه زي دي كده، مع طبق سمك انا حمرته ايا كان، رسالة حب من الزوجة لزوجها. أقبلت الستاير، عايزة نجفة، عايزة أغير شاشة التلفزيون. الكلمة الحلوة والأكلة الحلوة. أهي 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 وردة. مش لازم أروح عند الراجل بتاع الورد ويقول لي الوردة البلدي ب 100 جنيه وداخلين على راس السنة بقى والورد. عندك فلفل الوان، عندك طماطم، املي البيت ورد يا اختي. الله عليك. والله صح. شفيق بيقول لي على الاقل الورد ده هيتاكل. الورد ده مش هيتاكل، ده بيتعمل مربى دلوقتي، انت عارف كده؟ والله حماتي بتعمله مربى، مربى الورد يا ورد. ايه الجمال ده؟ شفت المايونيز ده؟ هو كده زي الفل.
نغرف السمك. نعم يا فندم، في شربات الورد ومربة الورد يا ورد. ما الاختراعات بقى حلو. العب. اللهم صل على النبي. ألف أنا وشيفة للي ياكل. الموضوع مختلف والحكاية هنا مختلفة. إيه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ أكلة سمك النهاردة زي ما قلت لحضراتكم في بداية خالص، في البداية الطعم طعم تاني، والشكل شكل تاني، والتقديم تقديم تاني، مع تكنيك عالي من الخبرة الطهوية. سمك كرانش او كريسبي مقلي عملناه قشر بياض. عايزه تعمليه بولتي اهلا وسهلا، نجيب البولتي بتاع خير مزارعنا اللي بنصدره للدنيا كلها. البولتيه تقريبا بتعمل 600 جرام او نص كيلو. ناخد الفيليه بتاعها نعمله بنفس الطريقه. عملنا فرايد رايز بالسي فود بالرز المصري بتاعنا، اللطافه في زيت السمسم والصويا صوص، ما تستخدميش لا كزبره ولا كمون ولا ملح. عملنا سبرينج رولز بطريقه لطيفه وسهله، قدمنا معاه صوصات، صوص الليمون المعصفر الجميل الفسفوري، انا مسميه الفسفوري المغازي، ومعانا كمان المايونيز او التوميه حسب الرغبه. يعني نقول مع بعض ونستحق من حضراتكم رؤيه فن ابداع مع اكله سمك بنعملها يوم الاثنين وبتتعاد يوم الخميس من كل اسبوع. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.